الرعب تحت أقدام المستوطنين يحيطهم من كل الجهات ليخبرهم بأن لا مكان لهم على هذه الأرض، فلا السيارات التي يتوارون خلفها ولا المحلات التي يلوذون بها ستحميهم من مصير محتوم يلاحق كل محتل غاصب. الحديث عن زوال إسرائيل عاد إلى الواجهة بقوة بعد العمليات الفدائية المتتالية التي أصابت قلبة الأبيب. توقعات لمحللين إسرائيليين رأوا أن نهاية إسرائيل باتت قريبة أعادت مواقع التواصل الاجتماعي تداولها. الجنرال الإسرائيلي المتقاعد شاؤول أرييلي يقول إن الحركة الصهيونية فشلت في تحقيق حلم إقامة الدولة وإن الوقت لم يعد في مصلحة إسرائيل، فهذه النظرية سقطت. المحلل الإسرائيلي أري شبيط كان أكثر تشاؤماً وتوقع أن الإسرائيليين اجتازوا نقطة لا عودة وأنهم يدركون منذ مجيئهم إلى فلسطين بأنهم ضحية كذبة اخترعتها الحركة الصهيونية، خاتماً بالقول حان وقت الرحيل إلى سان فرانسيسكو أو برلين. كاتب آخر لم يقر بحق الشعب الفلسطيني فحسب وإنما بتفوقه على الإسرائيليين أيضاً، جدعون ليفي خلص إلى أن طينة الشعب الفلسطيني تختلف عن باقي البشر، مؤكداً أن إسرائيل تواجه أصعب شعب في التاريخ ولا حل أمامها إلا بإنهاء الاحتلال. نهاية إسرائيل باتت حقيقة متفقاً عليها عند كثيرين. المستوطنون أنفسهم يهمسون في سرهم الرحيل اقترب، فهذه الأرض لها شعب وعاصمة واسم وعلم، هنا فلسطين. ولا شيء عاصمة فلسطين القدس إلنا. يلا